السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أبو زياد. إن شاء الله يا جماعة النهاردة معانا مشكلة في الغسالات الأوتوماتيك اللي نوعية سامسونج بشاشة حضراتكم. الغسالة دي يا جماعة زرار اللي هو الغسيل الفقاعات منور، مع يعني ما بتاخدش أي أمر، يعني هي كده بتلف الأوبرا ما بتاخدش أي أمر، تمام، وثابتة على الإيه، على الخطأ اللي هي عليه دي. طبعا دي بتبقى 3 حاجات يا جماعة، تمام. أول حاجة يا إما عبث الأطفال، تمام، او يا اما محتاجه تيست مود ان شاء الله، او سوفت ان شاء الله، هقول لكم بتتعمل ازاي، او يا اما مشكله في الكارت، تمام. طبعا احنا هنقول نبتدي اول حاجه اللي هو العبث الاطفال. طبعا عبث الاطفال يا جماعه ده بيتلغي عن طريق الزرارين اللي هم مكتوب عليهم مؤشر سهم صغير دوت، هشاور على حضراتكم عليه دلوقتي، تمام. السهم الصغير ده اللي على الشمال ده بنضغط عليه 3 ثواني لحد ما الخطأ ده يروح، تمام. طبعا الخطا ده راح، يبقى كده المشكله معانا ان شاء الله انحلت، تمام. طيب لو ما راحش الخطا، بنبتدي ان احنا ان شاء الله نعمل لها تيست مود. التيست مود ده يا جماعه اللي هو ضبط المصنع. طبعا ضبط المصنع يا جماعه اي غساله ان شاء الله، انا من اول ما فتحت القناه ان شاء الله بنزل لكم جميع انواع التيست مود. فطبعا انت لو انت مشترك جديد هتخش ان شاء الله في قائمه التشغيل ان شاء الله، تمام، قائمه التشغيل اللي هي فيها جميع انواع التيست مود، وتشوف المشكله التيست مود بتاعها، وان شاء الله تلغيه، ان شاء الله هتظبط معاك ان شاء الله، تمام. يبقى احنا عندنا المشكله في الغساله دي، الايرور ده، تمام، يا مشكله خطا في عبث الاطفال، تمام، او زي ما انتم شايفين كده. هتخش تبحث على القناه، او ممكن اسيبها لكم ان شاء الله في وصف الفيديو، تمام. التيست مود لجميع انواع الغسالات، وبرده لو انت فني او عميل، تمام، بتحفظ التستات من التيست دوت، لو انت عندك اي غساله تقدر تحل المشكله بتاعتها، تمام، عن طريق التيست ده، تمام. طيب لو عملنا التيست مود وبرده نفس المشكله، يبقى انت مثلا لو لغيت عبث الاطفال وعملت التيست مود ونفس المشكله معاك، يبقى خلاص ما تتعبش نفسك، دي مشكله في الكارته الالكترونيه بتاعتها، تمام. طبعا الكارته دي يا جماعه يا بتتصلح يا اما بتروح التوكيل بتاعها، تمام. طيب احنا كده النهارده بنوصل لكم المعلومه ديت، تمام، علشان في حد كان سأل عليها فحبيت ان انا اجاوب عليها. ولو انت جديد في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل ما هو جديد، واشوفكم على خير، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم. يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم.